رحنا قدمنا في أكاديمية 6 أكتوبر دي، كانت في قلب نادي الجيش في القوات المسلحة. لما رحنا قدمنا فيها قالوا إن المعهد معتمد تبع وزارة التربية والتعليم وتبع التعليم العالي والكلام ده كله. أما لما رحنا قدمنا راح طلع لنا مشوار العميد ده، تمام، دفعنا في الأول بس كان 500 700 جنيه، تمام، ودفعنا 1500 جنيه الأقساط، تمام، كان ماشي نظام المعهد أقساط والكلام ده كله، كان بيقول إن المعهد معتمد تبع التعليم العالي. بس أنا في الدعاية والإعلانات بتاعت الأكاديمية كان مكتوب عليها إن هي موثقة من الخارجية ومن جامعة كامبريدج، وإن هو معتمد وإن هو بيأدل من الديش، تمام. فروحنا قدمنا ورونا قالوا لنا إن المعهد معتمد من وزارة التعليم العالي، والشهايد ورونا شهايد بتثبت بكده من وزارة التعليم العالي من كامبريدج موثقة من الخارجية المصرية، ورونا كمان تأجيلات بتاعت ناس متخرجت تأجيلات ديش، ورونا كمان قلنا لهم عايزين نتأكد من البطايق اللي هي بتاعت الناس اللي تخرجت، فورونا الصور البطايق بتاعت الناس اللي تخرجت مكتوب عليها الاسم المسمى الوظيفي ان هي حصلت على أكاديمية 6 أكتوبر لتكنولوجيا البترول ومكتوب التخصص بتاعها. أخذنا الترم الأول امتحنا وجبنا درجات كويسة، تمام، الحمد لله. جينا عد فجأة في الترم الثاني ان الحوار كله نصب، يعني ازاي يعني المعهد ده يبقى اديله 7 سنين خرج 7 دفع وشغال لغاية الآن، ولا يعني بيقولون ان ده موثق من وزارة الخارجية ومعتمد من وزارة التعليم العالي وبيأجل من الجيش. ان في الترم الثاني يوم 16/3 في لجنة من وزارة التعليم العالي جت، وكان موجود مساعد وزير التعليم العالي الدكتور أحمد الشيخ وحاتم الصراف، اتكلموا معنا وقالوا ان الأكاديمية دي هي مش معتمدة من وزارة التعليم العالي، وان هي ما بتأدلش من الديش ولا مش موثقة من الخارجية، وان هم بيقوموا بعملية النصب عليكم. بعد كده يوم 18/3 قمنا بالبلاغات والشكاوى في قسم الكوثر. بعد كده لقينا القضاء حكم عليه المحكمة 5 سنين ب3 سنين سجن وغرامة 50,000 جنيه، وبعد كده طلع على ذمة قضية. بعد كده العميد نفاجئ انه بعديها بفترة خد حكم تاني غيابيا. طب هو العميد موجود فين دلوقتي اما هو غيابيا؟ واحد زي ده فتح كذا فرع في اسيوط وفي اسكندرية وفي مصر وفي جنة، وفتح كذا فرع في المنيا وفي سوهاج. كيف الوزارة سايبة واحد زي ده فتح كذا فرع كده؟ كل ما نيجي نروح نشتكي او نروح نعمل حاجه يقول لك القانون لا يحمل مغفلين، انتوا اتنصب عليكم. 600 طالب اسيوط وسوهاج بس 3000، يعني احنا دافعين على الاقل 5000 6000 غير المذكرات والكلام ده كله. انا مش عايز لو هتكلم على المعهد بس 4000 جنيه احنا دافعينهم مصاريف، غير بقى اللي قالوا لنا رحلات وما طلعناش رحلات، غير بقى اللي قالوا لنا في تدريب وما تضربوناش. احنا مطالبنا كالاتي: سنه ثانيه ان هم اتخرجوا بشهاده معتمده من وزاره التعليم العالي او بشهاده معتمده من تعليم متوسط، وسنه اولى ان هم يتحولوا الى معاهد معتمده او معاهد في تعليم متوسط. عاوزين المسؤولين ونناشد المسؤولين انهم يشوفونا، احنا طلبه، احنا بندور على العلم، مش عاوزين اكتر من كده. طلع مستقبلنا كله ضايع، فتح معهد مفتوح 7 سنين ولا 8 سنين، فين وزاره التربيه والتعليم اللي تسيب معهد زي ده مفتوح؟ بيقول لك يأجل التجنيد. مش حرام لما واحد زي ده يفتح معهد يأجل التجنيد، تمام، ويروح واحد يروح يقدم في التجنيد؟ مثلا انا لما رحت عشان اقدم في التجنيد قال انت متخلف دفعة بسبب عميد، بسبب الدكتور محمد، اسمه في البطاقة اساسا اسمه الدكتور محمد، ما اسموش العميد محمد ابو زيد، لا اسمه الدكتور محمد ابو زيد. كيف واحد زي ده يروح يظلم شاب او واحد او يكسر طموح بني ادم طالع لدنيته ويروح يقدم في حاجه زي دي مشرفه ويروح يقدم فيها وفي الاخر يطلع نصب؟